ممكن الألياف تساعدكم في خسارة الدهون؟ كلنا بنعاني من مشاكل زيادة الوزن، تراكم الدهون في منطقة البطن، حتى في شباب عم بكون عندهم ارتفاع في مستويات الدهون في الدم، الكوليسترول، كل هذا ممكن نعالجه بحمية صحية وخاصة التركيز على الألياف. بدنا نعرف وين مصادرها، قدي لازم أكل من الأكل، وأكيد بفضل إنه يكون من الأكل لأنه في فوائد أكتر لخسارة الدهون والوزن، وقدي الكمية الموصوفة وقدي لازم أكل باليوم. كل هذا رح أعطيكم إياه اليوم بفيديو اليوم اللي رح يحكي عن الألياف وخسارة الدهون، تناول الألياف في الحمية اللي بتساعدنا على خسارة الوزن والدهون. ويلا نبدأ بفيديو اليوم. أول إشي، شو هي الألياف؟ الألياف هو جزء مهم جدا من النباتات، وهو لا يهضم بالجسم، يعني ما بيصير في عنا هضم لإله. بيساعد في وظائف حيوية في الجسم، بيساعد على تنظيم حركة الهضم، بيساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، ومهم جدا في حميات السكري ومقاومة الإنسولين، بيساعد على خسارة الدهون وتقليل من امتصاص الكوليسترول، وكمان لصحة الأمعاء والبكتيريا النافعة والتخلص من مشاكل الإمساك. فبالتالي الألياف كتير مهمة. وللي ما بيعرف، في عنا نوعين للألياف، كل نوع له وظائف حيوية في الجسم. عندنا الألياف الذائبة وعندنا الألياف الغير الذائبة. أول نوع الألياف الذائبة، ومن اسمها ألياف ذائبة يعني ألياف بتدوب بالماء وبتساعد على تكوين مادة هلامية في الجهاز الهضمي، وبالتالي بتساعد على إبطاء عملية الهضم. لما نبطئ من عملية الهضم، هذا المقصود إنه إحنا بنشعر بالشبع بشكل أكبر، وبتقلل من امتصاص الجلوكوز أو السكر في الدم، وبتساعد على التقليل من امتصاص الكوليسترول، فبالتالي بتساعد في خسارة الوزن، وبالتالي بتساعد على التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم، فإلها وظائف علاجية كتير مهمة. من أهم مصادرها الشوفان اللي هي الألياف البيتا جلوكان، الشعير هذا مهم جدا، البقوليات زي العدس، الفاصوليا الحمراء والفاصوليا البيضاء، وكمان موجودة في بعض أنواع الفواكه. الفواكه عادة فيها ألياف ذائبة وغير ذائبة، ولكن موجودة بالتفاح والإجاص. هذا بالنسبة للألياف الذائبة. الألياف الغير ذائبة هي ما بتدوب بالماء، ولكن بتساعد على تكوين كتلة من الفضلات، فبتسهل خروج الفضلات من الجسم، فبتقلل من مشاكل الإمساك، وبتقلل من مشاكل حدوث القولون، مشاكل سرطان القولون وغيرها، لأنها بتساعد في التخلص من الإمساك. وموجودة أكيد بالرز الأسمر، موجودة كمان بالحبوب الكاملة، موجودة بأنواع من الفواكه والخضار الأساسية، وهي بتساعد كتير في التخلص من مشاكل الإمساك. الألياف الغير ذائبة كمان موجودة في البقوليات زي الحمص والفول، والخضروات الورقية زي السبانخ، وزي ما حكينا الرز الأسمر. طيب خلينا ننتقل لموضوع كتير مهم، قدي لازم أكل ألياف؟ عادة السيدات بحاجة من 20 ل 25 جرام الألياف يوميا، والرجال تقريبا من 30 ممكن نوصل ل 38 جرام من الألياف يوميا. هاي الكمية مع دمج النوعين من الألياف الذائبة والغير ذائبة بتساعدنا بشغلتين: التخلص من مشاكل الإمساك، تحسين حركة القولون، خسارة الدهون، تخفيف الوزن، والتقليل من مشاكل الكوليسترول. طيب كيف أنا بقدر أكل أكل لنقدر أغطي احتياجاتي من هاي الألياف؟ عادة مثلا الفواكه بتتراوح كمية الألياف فيها من 3 إلى 4 جرام، مثلا حبة التفاح فيها ألياف ذائبة وغير ذائبة، وهي تقريبا بتوصل ل 3.5 4 جرام من الألياف. عندنا كمان البرتقان، البرتقان عادة أكثر فيه الألياف الذائبة، وبتوصل كمان فيه تقريبا 3 جرام من الألياف. بالنسبة للخضار زي نص كوب من البروكلي، نص كوب من السبانخ، الجزر، ممكن نوصل فيها من 3 كمان ل 4 جرام الألياف. البقوليات زي كوب من العدس بيوصل تقريبا 14 جرام من الألياف. الحمص والفول كمان النص كوب فيه 7 جرام من الألياف. الحبوب الكاملة كمان حسب الكمية، ولكن فيها نسبة ألياف عالية. فإذا بتناول أنا على الأقل حبتين فواكه في اليوم، 3 حصص من الخضار يوميا، بحاول أدخل زي الحبوب الكاملة أو الشوفان أو البقوليات والعدس يوميا في نظام الغذائي مع تغيير الأنواع والأشياء الموجودة، هذا بيساعدني أني أوصل على الأقل فوق 20 جرام من الألياف،
وهذا بيساعدني أكيد في خسارة الوزن وتقليل الكوليسترول والدهون. إذا بدنا نركز على كم أنا بحتاج، هاي من أهم الأسئلة، كم أنا بحتاج من الألياف يومياً عشان أقدر أساعد جسمي إني أخسر وزن؟ بدي أحاول رجال أو سيدات تكون الجرعة اليومية من الألياف ما بين 25 إلى 30 جرام من الألياف. بهاي الكمية إدخالها في النظام الغذائي بقدر أساعد جسمي إني أنا أخسر الدهون الموجودة. واللي بيسأل إنه هل بقدر أخذها على شكل مكملات؟ ما رح أقدر أشعر بالشبع، ما رح أقدر أخذ كل الفائدة من الألياف الموجودة، لأنه في فوائد كتير بالخضار والفواكه والبقوليات اللي بتساعدني في خسارة الوزن، من أهمها زيادة الشعور في الشبع. ولكن في عندنا الألياف زي من نبتة الإسباغول، بتيجي مطحونة، ممكن أحط معلقة معلقتين منها، هاي بتساعد في تحسين حركة الأمعاء والتقليل من الكوليسترول والدهون، فممكن أخذها بهاي الطريقة. طيب، في مضار للألياف؟ هل ممكن زيادة تناول الألياف يعملنا مشاكل؟ للناس اللي مش متعودين ياكلوا خضار وفواكه وبقوليات او ياخذوا الياف بنظامهم الغذائي، ممكن اول ما يبدوا بالنظام الغذائي اللي فيه الياف يصير عندهم حالات زي انتفاخ او غازات، وممكن يصير عندهم حالات ما بين اسهال وامساك. يعني في ناس بيقول لي انا باكل خضره وفواكه ومش متعوده اكلهم، بديت اكلهم صار امساك. طبيعي، لانه الجسم لسه ما بكون متعود على وجود الالياف. وجود الالياف بدها مي، إذا بشرب مي مع الألياف هذا بقلل من هاي المشاكل. وممكن أنا أبدأ بخطة علاجية تدريجية، يعني أبدأ أول إشي بكمية بسيطة من الألياف. إذا أنا مش متعود أكل فواكه وخضرة، ببدأ بحبتين فواكه، ثلاث حبات خضار، بأشر شوية الفواكه والخضار عشان أخذ ألياف ولكن مش كميات كبيرة. كل أسبوع أسبوعين بزيد كمية الألياف، بخليها بقشرها، بزيد حبة فاكهة إضافية وخضرة، وبتأكد أني أنا عم بشرب على الأقل 2 لتر مي يومياً. بهاي الطريقة إدخال الألياف تدريجياً مع شرب السوائل مع الحركة، بقدر أتجنب المشاكل اللي ممكن تصير نتيجة إدخال الألياف لنظام غذائي مش متعود لا تناول الألياف. هلأ، هل في مضار لزيادة الألياف؟ نعم، إذا باخد كمان ألياف بشكل كتير كبير، أكثر من 40 جرام ألياف، وهذا اللي بيجي عن طريق المكملات، ممكن يصير عندنا مشاكل من إمساك وإسهال، وممكن يأثر على امتصاص معادن أساسية زي الحديد والكالسيوم وغيرها من الفيتامينات والمعادن. فعشان هيك لازم أخدها ضمن نظام غذائي صحي، وإذا بدي أخدها ضمن المكملات أعرف شو جرعة وشو جرعة الموصوفة وحسب إرشادات الطبيب عشان ما يصير عندي أي مشاكل صحية. إذا دخلتوا الألياف بنظامكم الغذائي من مصادر طبيعية بالكميات الصح والخطة العلاجية المناسبة، رح تحسنوا حركة الأمعاء، وجود البكتيريا النافعة اللي بتقوي المناعة، خسارة الدهون والوزن، تقليل الكوليسترول وتحسين مستويات السكر في الدم. إذا بدكم حمية علاجية من أي مكان في العالم، أكيد تقدروا تتواصلوا معي والاشتراك من خلال موقع الإلكتروني www.rubadiet.com. إذا حبيتوا هذا الفيديو وحابين توصلكم فيديوهاتي أول بأول، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، وإذا حابين تشاركوا هذا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم، تقدروا تعملوا شير ليستفيدوا من هاي المعلومات، إن شاء الله أنتوا كمان تكونوا استفدتوا منها، وأنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.